بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة بدنا نشرح اكسبيرمنت رقم 6، ترانزستور ترانزستور لوجيك سيركت او جيتس. كيف نعمل دوائر لوجيك جيتس باستخدام الترانزستور والترانزستور، يعني حيكون عندنا الانبوت جاي على الترانزستور والاوتبوت الخارج خارج من الترانزستور. ايش الميزة في هذه الدوائر عن دوائر الديودز او الدي تي ال؟ انه كان عندنا تو ديود في المنطقه هذه. على سبيل المثال في دائره الانفيرتر كان في عندنا تو ديود، الانود تبعهم مشترك، واحد يكون الكاثود تبعه على جهه الانبوت وواحد يكون الكاثود تبعه على جهه البيز، فكان عندنا تو انود مشتركين هنا وهي الجنكشن البي، تمام. فاستبدلنا هذه التو، فعملوا على استبدال انه بدل ما نحط تو ديودز نحط واحد ترانزستور له الجنكشن هنا. هاي في عندي هنا البي ان بي ان ترانزستور، بيكون عندي ان بي ان، فالجنكشن البي مع الان تمثل الديود اللي رايح هيك، والجنكشن البي مع الان تمثل الديود اللي جاي من جهة الانبوت. فبدل ما يكون في عندنا تو ديود في الدائرة بصير عندنا ترانزستور واحد يعمل عمل مشابه لعمل الديود اللي كان موجود. وطيب ايش هذا بفيدنا؟ بفيدنا انه المساحة بتقل، لانه بدل ما احط ديودين بحط ترانزستور، فالمساحة عندي بتقل. فالاي سيات بدل ما هي مثلا، طبعا الاي سي بيكون فيها ملايين الديودز او الترانزستور، فانت تخيل قللنا من كل واحدة قديش مساحة، بدل ما نحط تو ديودز حطينا ترانزستور واحد، فبتقل المساحة كتير. يعني بتعطيني امكانية انه انا اعمل لوجيك جيتس اكثر في نفس المساحة، او نصغر المساحات اللي فيها نفس العدد من اللوجيك جيتس. وهذا هو العامل الثاني المهم في صناعة الاي سيات. العامل الاول قلنا في عدة عوامل يا شباب في صناعة الاي سيات بيهتموا لها: عامل الحرارة الباور كونسامبشن، قديش في عندنا استهلاك للباور في الدوائر اللي بنعملها قاعدين، والعامل الثاني انه قديش المساحة تبعت الكومبوننتس هذه. كل ما قللنا عدد الكومبوننتس ووفرنا فيها بتقل المساحة. وايضا عامل السرعة، قديش هذه الكومبوننتس بتتحمل كلوك سبيد، تمام. هذه عوامل مهمة كتير بيهتموا فيها في تطوير وصناعة اللوجيك جيتس أو دوائر الديجيتال إلكترونيكس. فبدنا نبدأ في أول دائرة عندنا هنا اللي هي دائرة الإنفيرتر. الإنفيرتر بتكون بالشكل هذا، نفس الفكرة لكن نفس فكرة الدي تي ال، لكن استبدلنا التو دايودز بالترانزستور هذا. فالإنبوت بيكون داخل على الإيميتر تبع الأم بي أن ترانزستور، والبيز بكون رايح على مقاومة بول أب 10 كيلو، بكون عندي طرف الكوليكتور هو طرف البيز للترانزستور اللي عليه الخارج، تمام. فلما يكون عندي الفي إنبوت بزيرو يبقى هذه النقطة بزيرو، الفي سي سي موجود على البيز، عندي جهد عالي على البيز بسبب الفي سي سي، والإيميتر عليه جهد بزيرو، يبقى هذا الترانزستور حيشتغل وحيكون في مود الساتوريشن. يبقى الجهد اللي موجود بين الكوليكتور والإيميتر اللي هان، كوليكتر والإيميتر اللي هان، بكون تقريبا 2 من 10 أو أقل. يبقى الجهد اللي على البيز هذا هو 2 من 10 أو أقل، يبقى الكيو 2 مش حيشتغل لأنه الجهد اللي على البيز تبعه قليل كتير غير كافي لتشغيله. يبقى الفي أوتبوت حتاخد قيمة مين؟ حتاخد قيمة الفي سي سي واللي هي 5 فولت. يبقى لما كان الفي انبوت بزيرو طلعت الفي اوتبوت بالفي سي سي او بال5 فولت، تمام. اروح للي بعده اللي هو ال1. لما كان هذا ب1 الفي سي سي هذه النقطة الايميتر اعلى من الكوليكتور قيمته، لانه الفي سي سي جاي من بعد جاي بعده مقاومة، ففي جهد اللي على الفي على الايميتر اعلى من الجهد اللي على الكوليكتور، فحيشتغل هذا الترانزستور في حالة الريفيرس مود، وحيكون عندي الفي سي سي حيكون عندي اللوب اللي جاية بالشكل هاد، اللي هي حتكون من الفي سي سي للمقاومة للجهد اللي بين التو جنكشن اللي هنا اللي هم بين البيز والكوليكتور، وحيضل جهد كافي لتشغيل لترانزستور كيو 2 اللي هو الفي بي اي تبعته. ويبقى الكيو 2 حيشتغل في مود الساتوريشن، يبقى الفي اوتبوت حتكون قيمتها بلو او ما يقارب الزيرو. يبقى لما كان ب1 طلع لي زيرو، وهذا هو اللي بيحققه الانفيرتر. نشوف دائرة الانفيرتر على الالت سبايس.
طبعا برنامج الالت سبايس هنعمل دائرة الانفيرتر وهي دائرة بسيطة كالعادة، فنبدأ بفولت سورس، نجيب الفولتج، نجيب 2 فولت سورس، واحد للفي سي سي وواحد للانبوت، وبعدين نجيب نجيب 2 ترانزستور ان بي ان، الترانزستور واحد نحطه هنا وواحد حيكون معكوس هنا. تمام، خلينا نزيح الجهد هذا، نطلعه لفوق ونزيح هذا كمان يجي بالشكل هذا هان. تمام، ونجيب المقاومات، مقاومة للكوليكتور هذا ومقاومة للبيز هذا، وعندنا بعديها نوصل الجراوند للسورس الأولاني هذا، وجراوند للكوليكتور، وجراوند للإيميتر، وجراوند لهذه النقطة، ونوصل الدائرة اللي عندنا مباشرة. هي نفس توصيلة الدي تي ال، لكن المختلف بدل 2 ديودز عندنا ترانزستور واحد من نوع ان بي ان ترانزستور بيعمل عمل التو ديودز. نشوف بالشكل هاد، تمام، وصلنا الدائرة. نيجي نحط المصادر، المصدر هذا 5 فولت كالعادة، والمقاومة هذه ب1 كيلو، والمقاومة هذه ب10 كيلو، وبعدين عندنا ال ان بي ان ترانزستور من نوع 2N42، وهذا من نوع 2N42، وهذه نحطها اللي هي بلس. نيجي للفي انيشيال نحطها بزيرو، بعدين 5 فولت، بعدين زيرو، بعدين 1 نانو، بعدين 1 نانو، بعدين نص ملي على اساس انه تردد 1 كيلو، 1 ملي بعده، وبعدين نروح على السيميوليشن، اديت سيميوليشن، نختار 3 ملي سكند، يعني نفس الكونفيجريشن اللي بنشتغلهم كل مرة، وهذه 0.1 ملي. اوكي، نحطها هان ونظبط الدائرة تبعتنا. هيك الدائرة عندنا جاهزة، نروح على سيميوليشن رن، وبعدين نعمل اد بلوت، وبعدين نحط على الاول وناخد منه اشارة الانبوت، والتاني ناخد اشارة الاوتبوت. نسحب الدائرة بالشكل هذا ونشوف. يبقى لما كان عندي الانبوت ب1 طلع عندي الاوتبوت ب0، تمام، ولما كان عندي الانبوت ب0 طلع عندي لما كان عندي الانبوت ب0 طلع عندي الاوتبوت ب1. يبقى هذه هي الكاركترستيك الخاص بدائرة الانفرتر. نشوف الدائرة اللي بعدها، نشوف الدائرة اللي بعدها، وهي كالعادة حتكون دائرة الناند جيت. نفس الفكرة، لما يكون عندي 2 انبوت بزيرو بزيرو حيكونوا هدول شغالين في الساتوريشن، حيكون عندي جهد 2 من 10 غير كافي لتشغيل هذا الترانزستور، يبقى الفي اوت بوت حتاخد قيمة هاي. بعديها نفس الفكرة، واحد حيشتغل والتاني لا، فحيكون برضو الجهد اللي موجود على البيز غير كافي لتشغيل كيو 2، يبقى الفي اوت بوت حتاخد الفي سي سي. والحالة اللي بعدها العكس، نفس الفكرة، الـ V output حتكون قيمتها بقيمة الـ VCC. والحالة الأخيرة اللي هي الوحيدة اللي حيكون مختلفة عن الباقيات، اللي هي لما كانت 2 input بـ5 فولت فاشتغلوا هدول الاثنين في حالة الريفيرس، يبقى كان عندنا المسار نفس المسار السابق، اللي هو اللي فيه إمكانية إنه يضل جهد جاي على البيز يكون كافي لتشغيل كيو 2. يبقى ال V output حتاخد قيمة ال VCE تبعت Q2 واللي هي قيمة low. نشوف هذه الدائرة نفس على برنامج ال Alt Spice، نيجي نرسمها نفس الدائرة هذه، نفس دائرة الانفيرتر، لكن حنزود كمان مصدر على الدائرة، وحنزود كمان ترانزستور من نوع NPN، NPN ترانزستور، وحناخد هذه نزيحها شوية، حنجيب كمان فولت السورس
لا الانبوت الثاني هنجيب كمان جراوند ونوصل الدائرة. الكوليكتور مشترك مع الكوليكتور عندنا هنا، والبيز برضو مشترك مع البيز. والإيميتر جاي على الفول سبلاي الثاني. نيجي هذا نفس الفكرة، لكن بده يكون ضعف التردد، فهذا بزيرو، هذا بخمسة، هذا زيرو، هذا واحد نانو، هذا واحد نانو، هذا الأون بوينت 2.5 ملي، هذا نص ملي. وهيك بنكون خلصنا وجاهز عندنا الدائرة، جاهزة عندنا الدائرة، لكن ضل نختار نوع الترانزستور. تمام، هيك كل الدائرة جاهزة. نعمل سيميوليشن ران ونضيف تو بلوتس للدائرة اللي عندي. صار عندي ثلاثة، الأولى نحط فيها المصدر الأول، الثانية نحط فيها المصدر الثاني، والثالثة المصدر عفوا الأوتبوت. نفس الكونفيجريشن اللي بنعملها كل مرة. تمام، نيجي نشوف الحالات. لما كان عندي الانبوت الاول بزيرو والانبوت الثاني بزيرو، طلع عندي الاوتبوت قيمته ب1، ولما كان عندي الانبوت الاول بزيرو والثاني ب1، طلع عندي الاوتبوت ب1، ولما كان عندي الانبوت الاول ب1 والثاني بزيرو، طلع عندي الاوتبوت ب1. الحالة الوحيدة اللي بيطلع فيها الاوتبوت بزيرو لما يكون عندي 2 انبوت 1 1، طلع عندي الاوتبوت بزيرو. وهذه هي دائرة الناند جيت. طبعا لو بدنا نخلي الناند جيت تصير اند جيت، بنضيف انفرتر من نفس النوع على الخارج تبع النقطة هذه. نشوف الدائرة اللي بعدها، وهي دائرة النور جيت. النور جيت بكون في عنا تو ترانزستور موصلين بارلل بالشكل هذا، نفس الدي تي ال، وبرضه نفس الدي تي ال كان عندنا 2 دايودز، هنا استبدلناهم بترانزستور من نوع ام بي ان، وهنا كان في عندنا 2 دايودز استبدلناهم بترانزستور من نوع ام بي ان. ايش اللي بده يصير؟ لما يكون هذا بزيرو وهذا بزيرو، هذا حيشتغل وهذا حيشتغل، يبقى الجهد اللي على الكوليكتور هنا حيكون اقل من 2 من 10، او هنا الجهد حيكون اقل من 2 من 10، يبقى الجهد اللي على الفي بي اي تبعت التو ترانزستور حتكون قليله كتير، غير كافيه لتشغيل الترانزستور. يبقى هذا الترانزستور حيكون كات اوف، وهذا الترانزستور حيكون كات اوف، يبقى الفي اوت بوت حتاخذ قيمه الفي سي سي. بمجرد انه واحد من هدول التو انبوت يصير 5 فولت، حيشغل الترانزستور بريفيرس مود، وحيخلي الترانزستور اللي موجود هنا يشتغل ويكون اون في مود الساتوريشن. يبقى الفي اوتبوت حتاخذ قيمة لو، ولما يعكس ويصير الفي انبوت هذا يكون 5، حيشتغل الكيو 2، والفي اوتبوت برضه حتكون لو. والحالة الأخيرة الفي انبوت 2 انبوت حيكونوا ب5 فولت، والفي اوت بوت حتكون قيمتها بلو، لانه هدول تو ترانزستور بزيرو. يبقى التيبل بصير عندي 1000، وهي النور جيت. طيب كيف ممكن نخلي النور جيت تصير اور؟ نفس الفكره، انه الخارج تبع النور جيت يكون داخل للانفرتر، والانفرتر يطلع منه الاشاره اللي هي الاور جيت. نشوف هذه على الالت سبايس. هيك عندنا دائره الاور جيت، فهي دائرة نور لحد هان لهذه النقطة، هاي الانبوت الأول وهي الانبوت الثاني وهي التو ترانزستور، فهي نور لو بدي آخذ الاوتبوت من هان، ولو أخذت الاوتبوت على انفرتر حيطلع لي على النقطة هذه نو اور جيت. نيجي نشوفها في السيميوليشن، نعمل رن ونختار نسكر اللي تحت هذه، نعملها رن مرة ثانية ونعمل اد بلوت عشان نشوف التو انبوت والتو اوتبوت اللي عندي. التو انبوت اللي هو الانبوت الاول اللي هنا، والانبوت الثاني بعده اللي هو هنا، والاوتبوت الاول اللي هو اوتبوت النور اللي موجود هان، والاوتبوت الاخير اللي هو اوتبوت الاور اللي موجود هنا. نكبر الصورة، نيجي نشوف
فبيقول لي في حالة ما كان الانبوت الاول بزيرو، الانبوت الاول بزيرو والانبوت الثاني بزيرو، كان عندي الاوتبوت على النور بهاي، تمام. ولما كان الانبوت الاول بزيرو والانبوت الثاني بوان كان بزيرو، ولما كان 1 وزيرو كان بزيرو، ولما كان 1 و1 كان بزيرو. يبقى الحالة الوحيدة اللي كان على اوتبوت النور 1 او قيمة هاي كانت لما كانت 2 انبوت بزيرو. يبقى هذه الخرج اللي باللون الاحمر هذا هو خرج النور جيت، على عكس اللي معمول له انفرتر. يعني احنا عم مسكنا هذه الاشاره وعملنا لها انفرتر، دخلنا على انفرتر فطلعت لنا الاشاره هذه. فاذا هذه نور يبقى هذه الاشاره حتكون اور، زي ما احنا شايفين انه 1 و1 طلع لي 1، 1 و0 طلع لي 1، 1 0 1 طلع لي 1، 0 0 طلع لي 0. يبقى هيك بنكون عملنا ديزاين لدائرة الأور جيت أو النور جيتس باستخدام الترانزستور والترانزستور. هيك بنكون خلصنا محاضرة ترانزستور TTL، ترانزستور لوجيك سيركت. والسلام عليكم ورحمة الله.